فريقان ذهبا بنتيجة 3 أهداف لكل منهما. معاد خلوف وردود أفعال المواجهة. بيدرو في تصريحه في انه قال لازم نكون منطقيين. نعم. فالمنطق ان نحن نعرف استعدادنا، نعرف ان نحن ما 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 استعدينا لهذه البطولة بالشكل الجيد. طبعا نادي العين وجميع الفرق اللي بتمثل الامارات. ربما عرف العين ما يريد قبل المواجهة، وهو من لعب لقاء الفرصة الأخيرة والذي حمل عنوان ان صابت صابت وان خابت فالخيرة في غيرها. بين بيدرو إيمانويل وتشافي دارت الأحداث التكتيكية، وعلى أرض الميدان كانت النتيجة أن اللون البنفسجي سيطر على جل أحداث الأول، والإضاعات وحدها من خيمت على الأجواء في سيناريو كان العين فيه أقرب للتسجيل والتهديد من أقدام كل من كايو وويلسون. المباراة كانت مكونة من شوطين، شوط لعب في المباراة السابقة وكان العين هو من تسيد المباراة، كان المبادر في التسجيل، عنده عزيمة، عنده إصرار وعنده رغبة، ولكن لم تسعف اللياقة البدنية ولا الأخطاء الفردية اللي وقع فيها الفريق نتيجة الإرهاق الذهني والبدني لعدم الجاهزية. بغداد بونجاح من السد لعب بطموح خطف هدفه 15 في تاريخه في دوري أبطال آسيا، وكان مع نامتايه أكثر المهددين، ووحده بونجاح وحيدا وصل لما أراد. الجاهزية الذهنية والتكتيكية كانت حاضرة في مباراة اليوم لفريق السد. العين لم يقدم المستوى الفني لعدم التحضير الجيد لهذه البطولة التي يناسب حجم هذه البطولة الكبيرة بسبب جائحة كورونا. السد في الثاني دخل وعينه على تعزيز الفارق، وكان للمجتهد كل نصيب في هدف ثان صعب من مأمورية العيناوي، فأكرم عفيف عجل من وداعية الزعيم في آسيا على الأقل قبل أن يحسم كل المحسوم بغداد بونجاح بهدفه الثاني في المواجهة والثالث للسد، من رفع رصيده لثماني نقط في المجموعة. استقل السد تراجع العين وعمل على أغراض تكتيكية مثل الانتشار الجيد بزيادة عددية والحلول الفردية واللعب السريع وخاصة في وسط الملعب، التصرف السليم من لاعبين فريق السد والتحكم على رتم المباراة، وأيضا لاحظنا هناك اختراقات من العمق والأطراف التي استقلها فريق السد في أخطاء الدفاع في فريق العين. العين وجب عليه بكل تأكيد إعادة الحسابات في القادم من الموسم، فعيال الذيب السداويين خطفوا انتصارا قاسيا بعد رابع الأهداف في لقاء سيسجل للنسيان والتصحيح بالنسبة للزعيم العيناوي. في النهاية نقدر نقول شكرا لرجال الزعيم، أتمنى أنها تكون مرحلة إعدادية بالنسبة للفريق، كل التوفيق بمراحلك القادمة مستقبلا. معاذ خلوف، صدى الملاعب.